اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أيها المشاهدون الكرام والمستمعون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب معهد النبأ للمؤلفة قلوبهم في هذه الليلة الطيبة المباركة، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسين فرج، مبعوث الأزهر الشريف من جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بكم. كما يسعدنا أن يكون معنا من أتشيه فضيلة الشيخ الداعي الكبير الأستاذ محمد عارفين والمعروف بأبي أسامة، مرحبا بكم. ومعنا مترجما من مسجد بيت السلام بإزدي سيتي الأستاذ أمم سعيد، مدرس اللغة العربية بمسجد بيت السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إخوة الإيمان، في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور الحوار حول تكريم الإسلام للمرأة. لقد كرم الله المرأة في الإسلام وجعل مظاهر التكريم هذه واضحة جلية يمسها المسلم، ولكننا نحتاج أن نتعرف عليها من خلال ضيوفنا في هذه الليلة ومشايخنا. فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسيني سوف يتحدث قليلا عن تكريم الإسلام للمرأة. بارك الله فيكم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع هداه وأحب شريعته وعمل بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها السادة المشاهدون في كل مكان، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل. المرأة في الإسلام هي الأم والبنت والأخت والجارة. المرأة في الإسلام هي سند الرجل، وهي نصف المجتمع، وتلد وتربي النصف الآخر. فالمرأة هي أساس نهضة المجتمعات، والمرأة هي مصنع الرجال والجامعة التي يتخرج منها أعظم وأفضل القادة والساسة والعلماء والصالحين والأولياء والمصلحين. فدور المرأة في الإسلام إنما هو جد خطير. والله سبحانه وتعالى كرم المرأة وأعطاها من الحقوق ما لا تجده في أي شريعة أخرى غير الإسلام، ولا تجده في أي ثقافة ولا حضارة ولا قوانين وضعية. طيب، تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa yang beriman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah acara pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan wanita di dalam Islam. Bersama kami pembawa acara yang membawakan dengan bahasa Arab, Syekh Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Mahdi, kemudian Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj, kemudian Ustaz Muhammad Abu Usama. Yang alhamdulillah Syekh Dr. Al-Husaini Faraj telah memberikan ya tausiah kepada kita semua tentang kemuliaan wanita dalam Islam. Bahwasanya beliau menyampaikan setelah berhamdalah kemudian bersalawat kepada Nabi, bahwasanya wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Wanita adalah ibu
ya, adalah saudari, kemudian wanita juga adalah anak perempuan, ya. Wanita adalah sandaran bagi kaum laki-laki, dan wanita merupakan setengah, ya, dari mujtama masyarakat wa yurabbi mujtama akhar, dan wanita juga yang mengkader, mendidik setengah daripada masyarakat yang lain. Dalam sebuah hadis atau riwayat juga dijelaskan bahwasanya wanita merupakan tiang daripada balad, negara, sulhu al-mujtama. Oleh karena itu, wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia sekali. Tidak ada agama yang lain, tidak ada agama yang memuliakan wanita seperti agama kita semua, agama Islam. Oleh karena itu, Islam selalu memberikan keistimewaan kepada wanita. Baik. وإذا أردنا أن نعرف تكريم ومظاهر اعتزاز الإسلام للمرأة فلنقرأ عن حال المرأة قبل الإسلام في كل الحضارات وكل الثقافات وعند كل الشعوب. لقد ظلمت المرأة ظلما لا تطيقه الجبال، وهمشت تهميشا وضاعت حقوقها، أبسط الحقوق الإنسانية والكرامة الإنسانية ضاعت للمرأة في الحضارات والثقافات القديمة عند الإغريق والرومان والصينيين والهنود وغير ذلك. ومنهم من يتساءل: هل المرأة من البشر؟ وحضارة أخرى تتساءل: هل لها حق في الحياة؟ وإذا قتلها الرجل هل يلام على قتلها؟ لا تأكل مع الرجال ولا تجالس الرجال، وليس لها حق في الذمة المالية، وليس لها حق في الميراث، بل كانت من سقط المتاع. وكان كثير من الناس لا يعرفون معنى سقط المتاع. سقط المتاع يعني أتفه الأشياء. كانت المرأة عند الرجل لا تساوي هذا الكوب من الماء، من سقط المتاع. فجاء الإسلام ورفع قدرها وأعزها أما وبنتا وزوجة وجارة، وأعطاها حق الحياة يوم أن كانت تقتل بلا ذنب، لا ذنب لها إلا أنها أنثى. فجاء الإسلام ليجعلها هبة ونعمة كبيرة من الله. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدمها لنعلم فضلها وقيمتها عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما شاء الله. Pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika kita ingin mengetahui, ya, betapa mulia wanita dalam Islam, marilah kita kembali mengkaji kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah wanita sebelum datangnya Islam. Bagaimana wanita di zaman jahiliyah yang diibaratkan seperti barang yang diperjualbelikan, bagaimana wanita di zaman Romawi, bagaimana wanita di zaman Persia. Mereka jika dibunuh, maka pembunuhnya tidak akan diberi sanksi, tidak akan diberi hukuman. Maka wanita di zaman dahulu tidak halnya seperti gelas yang diperjualbelikan, seperti barang yang bahkan sama sekali tidak ada harta, tidak ada harganya sama sekali. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Islam, yang mana Islam memuliakan wanita, yang dari tidak berarti apa-apa menjadi seseorang, menjadi pribadi yang sangat dimuliakan, menjadi seorang ibu, menjadi saudari, ya, menjadi saudari perempuan, kemudian menjadi anak perempuan kita semua. Bahkan Al-Qur'an mengedepankan wanita, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha' dzukur." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inath, perempuan, sebelum dzukur, laki-laki. Nah, ini isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. نعم. وأخيرا وحتى لا نطيل، جاءت نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الشريفة تعطي المرأة حقها الوافر وحظها العظيم في الإسلام جنبا إلى جنب بجانب الرجل. وهنا أتساءل كثيرا في كثير من الجامعات، تسألني إحدى الطالبات إن هنا في إندونيسيا مقولة مشهورة أن المرأة أو الأمهات لا تدخل الجنة إلا في آخر الداخلين، فنقول كيف ذلك؟
والله سبحانه وتعالى يعني أعطى حق المرأة مثل الرجل تماما في الشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة معلوم أنها في الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالآيات كثيرة. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى يوصي بالنساء ويوصي بالزوجات: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويكفينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة في حجة الوداع في أرض عرفة للعالمين جميعا في مجمل وصاياه الجامعة المانعة، وهو يقول: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. وأوصى بالنساء وهو يموت صلى الله عليه وسلم في وصاياه الأخيرة قبل أن يموت. ولو ذكرنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، مع زوجاته، مع المسلمات، مع الجيران، حتى مع نساء الأعداء، ما صدر منه صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا يؤذي المرأة أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان في خدمة أهله، ومعنى أهله يعني زوجاته. فالإسلام أعطى المرأة حقها ووقرها أما وبنتا وأختا. ونترك الأمثلة والشواهد لفضيلة الشيخ، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن يعز هذه الأمة بالأمهات والزوجات والبنات الصالحات، وأن يستر نساء المسلمين، إنه لذلك ومولاه. طيب. Sebelum kita melangkah ke pembicara selanjutnya, bahwasanya Syekh menyampaikan di sini Islam menjadikan wanita sejajar dengan laki-laki dalam hukum syariat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan wanita. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila minkum min dzakarin aw unta." Ya. Barang siapa yang mengerjakan dari kalian semua, minkum min dzakarin aw unta, dari laki-laki atau perempuan. Di sini Allah mensejajarkan, ya, menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Antara sejajar, barang siapa laki-laki yang beramal soleh atau perempuan yang beramal soleh, maka Allah akan membalasnya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa." Bahwasanya Allah mengijabah, ya, doa orang mukmin di ayat Ali Imran. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh dari zakar ataupun unta, dari laki-laki ataupun perempuan. Bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, kebaikan entah itu dari laki-laki, dari perempuan, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian Syekh juga menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, apa kata Rasul? "Usikum bin nisa'i khaira." Saya mewasiatkan kepada kalian semua, artinya untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian di padang Arafah, di Haji Wada waktu itu. Jadi dengan datangnya Islam, para hadirin semua, pemirsa rahimakumullah, dengan datangnya Islam wanita menjadi mulia. Salah, ya, anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Islam menginjak-injak wanita, tidak menyamakan derajat wanita, selalu menjunjung tinggi derajat laki-laki dan merendahkan derajat wanita, itu adalah salah yang sangat besar. Bahwasanya yang benar, dengan datangnya Islam wanita dimuliakan. Seperti yang dapat kami sampaikan, silakan kepada Ustaz untuk menyampaikan. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسين فراج مبعوث الأزهر في إندونيسيا على ما بينته وأفضت فيه عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، ونسأل الله أن ينتفع بما ذكرته
المسلمون في إندونيسيا من المشاهدين والمستمعين، آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الداعية أبو أسامة، المرأة في إندونيسيا وخاصة من المؤلفة قلوبهم، فكثير ممن دخل في الإسلام في هذا المعهد من النساء ومن الفتيات، وهن قد وجدنا في الإسلام يعني مظاهر يعني لم تكن معهودة لديهم، كالحجاب والالتزام وعدم الاختلاط وأشياء كثيرة يعني رأوها في الإسلام لم تكن موجودة من قبل لما كانوا قبل الإسلام. نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان كيف تكون هذه يعني شعائر الإسلام في المرأة في أخلاقها وفي صفاتها وفي علاقتها مع الرجل، كيف تكون من مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. طيب، para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali menyampaikan tausiah tasdiah yang berkaitan dengan kedudukan wanita di dalam Islam. Alhamdulillah tadi kita sama-sama telah mendengarkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hussein Abdul Farad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, hafizahullah taala. Perlu kita ingatkan bersama bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita itu kemuliaan yang bukan cuma-cuma. Ya, ini yang perlu kita ingatkan. Sebagian daripada kaum muslimin, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat, yaitu diangkatnya derajat wanita di dalam Islam, kemudian bahwasanya ada kebebasan, kebebasan yang sama dengan kebebasan laki-laki, atau yang hari ini dikenal dengan emansipasi, emansipasi wanita, sama filwar mana ya, emansipasi taswiyah benar jalan, tidak seperti itu. Jadi kemuliaan wanita di dalam Islam bukan berarti wanita sama dengan laki-laki dalam beberapa hal. Jadi ini yang perlu kita ingatkan bersama, bahwasanya Islam memuliakan wanita, ada tuntunan-tuntunan di dalamnya. Kita perhatikan di antara tuntunan yang menjadikan wanita itu akan mulia adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk menggunakan hijab. Hijab ini merupakan simbol kemuliaan wanita di dalam Islam. Dan hari ini orang-orang barat, Eropa, orang-orang misionaris berusaha agar hijab ini terlepas dari wanita-wanita muslim. Dan ini sangat disayangkan sekali, sebagian besar ya, kaum muslimin, terutama wanita-wanitanya, mereka terpaksa melepas hijab-hijab mereka dengan alasan bekerja sebagaimana laki-laki. Mereka melepaskan jilbab, ya jalabib, di kai ya'mal misli rijal, fil masraf, mudda minat tabarruj, kusyarti lil amal. Nah, hada khata, dan ini luar biasa, kesalahan yang luar biasa. Maka perlu kita ingatkan, ada kewajiban-kewajibannya, sehingga menjadikan muslimah ini tetap menjadi muslimah yang mulia. Kalau kita perhatikan, pengusaha sekalian di mana pun berada, barakallahu fikum jami'an, Rasulullah SAW memberikan amalan-amalan ringan kepada para wanita. Ya, di antara hadis yang masyhur, Rasul mengatakan, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Empat ini dilakukan, dia salat di lima waktu, berpuasa pada bulannya, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya ulul jannah min ayyi abwab syi'ti, masuk di mana pintu surga mana yang kamu kehendaki. Ini merupakan kemuliaan. Artinya seorang muslim, seorang muslimah wajib menjaga kemuliaan dirinya agar dia mendapatkan fadilah ini. Kemudian perlu kita ingatkan, ketika seorang wanita menjaga kemuliaannya di dalam Islam, menjaga harga dirinya sebagaimana seorang muslimah, ya, dia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman bukan dari laki-laki. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang beriman adalah dari wanita. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at fir'aun. Imra'ah.
Subhanallah. Allah memberikan permisalan untuk orang-orang beriman, yaitu imra'at Fir'aun. Mengapa imra'at Fir'aun? Karena imra'at Fir'aun dia menjaga iman, menjaga akhlak, menjaga akidah, menjaga seluruhnya, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang wanita menjaga kemuliaannya, maka insya Allah dia akan lebih mulia. Dia akan mendapatkan kemuliaan itu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Maka mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dan menjadikan kita-kita yang di sini, ya, para mu'alaf terutama di kalangan anak-anak kami, ya, dan para muslimah sekalian dimanapun berada. Hendaknya kita jaga harga diri kita sebagai seorang muslimah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita dengan kita menjaga diri kita di dunia sampai ke akhirat. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum syaikhuna al-jalil, fadilat syaikh al-ustaz Abu Usama bin Aceh. Ahsanta wa ahsanallahu alaika. Wa nasallahu Allah azza wa jalla أن ينفع بما قلته المؤلفة قلوبهم والمسلمات من المشاهدين والمشاهدات ويجعلنا الله ممن يستمعون القول فاتبعونا أحسنه ونرجو من فضيلتكم أن تكرروا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الزيارة لأن هؤلاء المؤلفة قلوبهم هم في حاجة إلى توعية وإلى موعظة وإلى نصائح دائما لأنهم ما زالوا حديث عهد بالإسلام ولم تثبت عقيدتهم وهذا هو يعني هذه الغاية من هذا المعهد لتربية هؤلاء المنافقين حتى تثبت عقيدتهم على الإيمان وحتى يكون إيمانهم ثابتا قويا في قلوبهم لا يخشى عليهم ولا يخشى على إيمانهم أن يتغير أو يتبدل أو ينحرف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخدمون الإسلام وأهله وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. ونجعل هذا البلد طيبا مباركا دائما وسائر بلاد المسلمين. امين يا رب العالمين. احبتي في الله اشكركم واسال الله عز وجل لكم الهدايه والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.